Shujin see it? Yemeni. شو حالة ال اجتماع؟ شو حالة ال اجتماعي؟ تزوج. تزوج؟ شو اسم زوجتك؟ صبورة. صبورة؟ من هو فاطمة؟ ها؟ من هي فاطمة؟ بنتي. بنتك؟ تفهم أن أستطيع أن أقرأ اللغة العربية، صحيح؟ وقرأت بعض الوثائق موجودة بك، طيب؟ وبنتك تكتب رسالة لك أو بطاقة صغيرة أو زوجتك. وجد بك البطاقة الصغيرة، طيب؟ البطاقة الشهر، طيب؟ ومكتوب مكتوب بها فاطمة. بنتي. بنتي. أيضا اسم أمي. واسم أمك أيضا. واسم أمك أيضا. في أفغانستان. منذ متى وصلت هنا في أفغانستان؟ أتيت مرات كثيرة. طيب، من كانت المرة الأولى؟ في أي سنة؟ قديما. كان قديما أيام من عندما دخلت روسيا. من روسيا إلى هنا؟ نعم، عندما جاءت روسيا. روسيا. إلى أفغانستان. طيب، so, في أي سنة؟ المرة الأولى. أظن 1409 ممكن أجلس جيد؟ ممكن أعد لنفسي؟ أجلس جيد ممكن؟ هذا لا ممكن صحيح؟ تفضل. في أي سنة؟ ممكن 1409 ممكن. 1400 تسعة هجري. هجري ميلادي أي سنة؟ والله هذا كم يكون؟ كم منذ كم سنة؟ يعني 1409 يعني ممكن آخر 89 بعد؟ في آخر سنة 89 آخر سنة 89 تسوى ثمانية. منذ متى التحقت بمنظمة القاعدة؟ منظمة القاعدة. أنا التحقت بها ثم خرجت منها، لم أبقى بها. لماذا حملت الوثائق؟ مكتوب بها القاعدة وأيضا البطاقة بها كل أسماء الأشخاص المختلفين المسؤولين بمنظمة القاعدة. هي ليست ما كانت معنا، كان معي البطاقة دي أنا. أي بطاقة؟ بطاقة حقي أنا الشخصي. من أين؟ حق اليمن. من اليمن؟ جواز السفر. أيوه ولكن أيضا ما كانت جواز السفر ثاني. جواز السفر من أفغانستان. أيوة صح. طيب ولكن نص الصورة نص الوجه ولكن اسم مختلف. صحيح. لماذا؟ اسم مستعار يكون. هم قالوا لي. من؟ في قندز. طيب. ماذا تفعل هنا في أفغانستان؟ أنا الآن كنت أعمل مع مؤسسة. أي مؤسسة؟ مؤسسة خيرية. خيرية ولكن تحمل الصواريخ مضاد للطائرات. السيارة لم تكن لي أنا. من؟ كانت لي رفيق لي موجود هو في قندهار. أنا أعرف أنك لا تصدقني صحيح؟ لا صحيح أنا أعرف أنك لا تصدق صحيح.
لكن هو لم يقل لي. أنا لا أعرف أستخدمه أصلاً. ولا عرفت أن ما عرفت أن في صوري موجود في السيارة. أنا هم قالوا موجود، صاحب السيارة قال لي موجود، ولكن أنا لا أعرف استخدامه أصلاً. شو اسم المؤسسة تشتغل بها؟ كنت أعمل في التوفيق ثم بعدين في الوفاء. وفاء؟ توفيق؟ وبعدين؟ أيوة التوفيق كان الآن أصبح الوفاء، واسمه يتغير قليلا الآن. تفهم عن ريمو؟ تفهم عن ريمو ممكن أن نرسلك إلى كابول أو قندهار أو أي مكان آخر من هنا؟ غير ممكن أن نرسلك إلى أي مكان من هنا، طيب؟ علشان كتب جودن مع الأسلحة، الصواريخ، الوثائق من منظمة القاعدة. تفهم كل شيء؟ نعم فهمت. طيب. لا ترسلني. أيوة. لا نرسلك إلى القندهار أو باكستان أو يمن أيضاً. فين تسكن الآن؟ الآن أنا أمامك هنا. صحيح. طيب. نعم. أفهم ذلك، ولكن فين بيتك؟ بيتي في اليمن. أنا في اليمن. نعم. طيب فين في اليمن؟ في حضرموت. حمر؟ حضرموت. حضر عمود؟ في الجنوب، في اليمن الجنوب. فين زوجتك؟ فين زوجتك؟ في كراشي الموجود. فين كراشي؟ وجدت أيضا الحساب من عيادة الطبيب مكتوب بها اسم، كان موجود معك الحساب من عيادة الطبيب. حساب أيوة، مكتوب بها اسم البنت في كراشي. ما فهمت كيف يعني؟ ذهبت شخص، الزوجة أو ممكن بنت أو ممكن أمك إلى الدكتور في كراشي، صح؟ صح. طيب لماذا في كراشي؟ كانت مريضة. مريضة وتسكن في كراشي الآن؟ هي موجودة أنا، ممكن تكون ذهبت إلى اليمن. طيب فين في كراشي تسكن؟ المكان لا أحفظه بالضبط، ولكن أنا أعرف أنه في في كراشي تسكن أسرتك. صحيح. أنا أقول لك، أنا ما أعرف اسمه شو، أنا أقول لك في منطقة في طريق المطار في غولستان ولا غولستان؟ غولستان. غولستان اسم الشارع أو اسم اسم المنطقة هذه؟ منطقة في كراشي. أيوة في طريق المطار يكون ويأتي إلى اليسار. كم شخص يسكن في تلك البيت في غولستان؟ أنا فقط وحدي، ومعي واحد آخر فقط صديقي. لماذا سافرت من باكستان إلى أفغانستان هذه المرة منذ يومين؟ كنت على طريقي إلى فين؟ منذ يومين على الطريق ماذا؟ على الطريق ماذا؟ إلى فين؟ كنت أذهب إلى قندهار. قندهار؟ نعم. لماذا؟ هذا هناك العمل. العمل؟ فين في قندهار تشتغل؟ في المكتب. أي مكتب؟ في المكتب حق المؤسسة. هذا المؤسسة. أي مؤسسة؟ مؤسسة الوفاء. الوفاء. شو عنوان مؤسسة الوفاء في قندهار؟ ها؟ شو عنوان؟ عنوان هو كان بيت موجود بعد السفارة الباكستاني. نعم. بعده ممكن ب 200 متر ممكن هكذا يأتي إلى اليسار. السفارة الباكستاني موجود في قندهار ليس في كابول؟ والله أنا ما أعرف، أنا قرأته هو سفارة أو قنصلية، لا أعرف.
اسمه عنوان شو اسم الشارع المكتب موجود فيها؟ هو شارع قندار، هو قندار فيه شارع واحد ما في شارع ثاني. من كان الأشخاص الآخرين موجودين معك في السيارة؟ أنا لوحدي. أنت لوحدك؟ ولكن ما أعرفش عن صوريك موجودة بالسيارة. ماذا؟ كنت وحيدا بالسيارة. نعم. طيب، وموجودة أيضا بالسيارة كانت صواريخ. نعم. صواريخ مدد الطائرات. نعم. طيب، لماذا حملت؟ أنا ما حملته، هي ليست سيارتي. أنا قلت لك من أول. هو سيارة رفيقي، قلت لك هو في قندهار. رفيق؟ نعم. طيب، صاحب يعني. رفيق؟ نعم. طيب، صاحب يعني صاحبي. صاحب، طيب. وكانت الصواريخ في سيارة أن مغادرة وغادرت من قندهار؟ نعم. هو قال صاحب السيارة، صاحب قال أنا موجودة في السلاح. ما فهمش. سافرت من قندهار إلى باكستان؟ ليس إلى باكستان. إلى فين؟ إلى بولدك. بولدك؟ سافرت إلى بلدك مع الصواريخ موجودة بالسيارة. نعم. ولا ظننت أن ما في شيء مشكلة لذلك؟ الصواريخ موجودة في السيارة؟ لذلك؟ الصواريخ موجودة في السيارة؟ هو قال لي ليس مشكلة. So, تسافر كثيرا مع الأسلحة موجودة في السيارة معك؟ هي سيارته، ليس هو كان واضعها. طيب، ولكن عرفت ان كانت الصواريخ موجوده في السياره، صح؟ نعم، بعدين عرفت عندما هو اخبرني. كم مره تسافروا مع الاسلحه موجوده في سياره معك؟ مره واحده وعندما اتيت المشوار هذا. وما فيش الكلك بنسبه الصواريخ موجوده في ما فيش ايش؟ لم تشر القلق؟ لما القلق؟ القلق، ايوه، في صواريخ موجوده في السياره وكل شيء تمام؟ ما فيش اي مشكله بسببك؟ والله هو قال لي ليس مشكلة تذهب، ماذا فعلنا له؟ أقول له لا. من أين حصلت على هذا الدفتر؟ هذا ليس لي. من هو عبد الرحمن الشامي؟ هذا رقم في هذا. ولكن هذه البطاقة كانت موجودة بك؟ كانت موجودة في السيارة، نعم. في سيارة؟ نعم. فمن هو هذا الشخص؟ هو اسمه عبد الرحمن الشامي. شامي. لماذا كانت البطاقة معك؟ أنا قلت لك هي ليست سيارتي. فهمت؟ نعم. هي ليست سيارتي، فكانت هو موجود أغراض كثيرة في السيارة. أيوة، الصور، كثير من الصور، مثل هذا الشخص، صورتك، كانت موجودة أيضاً في سيارة، صح؟ صورتي؟ أيوة. نعم، كان معي موجود صورتي. كثير من الصور. صحيح؟ صورتي. كثير من الصور. صحيح؟ لماذا؟ صح. أنا أتصور، ما في أي شيء. ولكن تصور مثل هذا صورة صغيرة بس للجواز السفر عادة أو بطاقة الشخصية؟ يكون هذا أو يكون أي شيء آخر ممكن، صحيح؟ لماذا حملت كل الفلوس؟ هذا فلوس ليس مشكلة فيها. لماذا؟ كيف لماذا؟ طيب، يعني أي إنسان يكون معه فلوس، صحيح؟ فلوس كثير. ما هو مشكلة، ليس مشكلة. في طيب. مشكلة. والله إذا أنت عندك مشكلة، أنا عندي ما هي مشكلة. في مشكلة كبيرة. علشان كنت في سيارة،
طيب ولكن تقول أن ليس سيارتك. نعم. موجود بها الصواريخ الأسلحة. هذا مشكلة كبيرة جدا. نعم. طيب وجدت. عندما قبض الأفغان عليك هنا هربت. هربت صح؟ لماذا؟ خفت سبحان الله الإنسان يخاف. لماذا؟ كيف لماذا؟ سبحان الله الإنسان يخاف. لماذا؟ كيف لماذا؟ أنا لا أعرف من هم. وهم هم عندما أنا أتيت كان موجود رماية. أنا خفت وشردت. يعني إذا أنت كنت موجود في المكان نفسه هم يرمون بالسلاح. ما تشرد؟ صح. تشرد صحيح؟ سفره. طيب أنا فررت طيب خفت على نفسي. ما أنت؟ ممكن هربت على شر أنت مجرم أو أنت في المنظمة القاعدة. والله أنا ما هربت من هذا، أنا هربت فقط عندما هم يرمون. المشكلة الكبيرة علشان وجودنا بيك في السيارة أو على جسمك في ملابسك البطاقة موجود مكتوب بها اسم الأشخاص في المنظمة القاعدة. ما كان معنا أوراق باسم هذه، كان موجود في الثاني. هذا ليس لي أنا، قلت لك أنا ليس لي هذا، أنا موجود هذا كان موجود في السيارة. الصواريخ ليست لدي. الصواريخ ليست لدي. الفلوس. أنت لا تصدق صحيح، أنا أعرف أنك لا تصدق. أظن أنا أقول لك لا تصدق صحيح؟ لا. أظن لا تصدق إذا صحيح. أنت إذا تظن أني أكذب. لماذا أكذب؟ أنا لا أسير. أنا أسير عندك هنا. أنا أسير. أنت عندك دي وكل حاجة. فلماذا أكذب؟ خلاص. الآن أصبح أمر واقع. صحيح؟ فلماذا أكذب؟ أنا موجود أسير عندك الآن. تفعل ما تشاء. صحيح أم لا؟ متى غدرت من قندهار؟ متى غدرت؟ غدرت. تركت من قندهار. في نفس اليوم هذا. في نفس اليوم. ومن قندهار سافر إلى فين؟ سافرت إلى فين؟ إلى بندق. ذهبت إلى بندق. لماذا؟ نبحث سيارات نشتري سيارة. كنت. سيارة. أيوة. نعم شتري سيارة. طيب كيف رحت من قندهار إلى بندق؟ بهذه السيارة. قندهار إلى بندق. بهذه السيارة. في تلك السيارة. نعم. طيب لماذا رحت إلى بندق؟ لأنه أسعار السعر السيارة في بندق أرخص من قندهار، رخيص. فهمت؟ لا. السيارة في قندهار؟ أيوة. قيمتها مثلا؟ نعم أفهم ذلك، ولكن هل سافرت من قندهار إلى بندق في نفس السيارة؟ نعم. طيب، لماذا سافرت إلى بندق؟ موجود معه حق سيارات، معه سيارات. فهمت؟ معارض السيارات ما تعرف؟ السيارة من قندهار. لا طيب موجود لا. شركة السيارات اللي بيع السيارات. ايوه طيب من بلدك كثير موجود شركات. فأنا اشتري سيارة من هناك من بلدك. سافرت إلى بلدك لشراء السيارة. نعم. ماذا فعلت مع السيارات الأولى؟ ليه أنا اشتري سيارة؟ ايوه واتركه واتفق اشتري سيارة ايوه واتركه واتفق مع الرجل وارجع الى قندهار انا ثم اتي انا بعدين بالتاكسي واخذ سيارة ما في مشكلة انا فقط كنت اريد ان انظر اول وجدته ما وجدته خلاص الأشخاص هنا في أفغانستان لهمل الصواريخ مدرّد الطائرات بالسيارات معهم. والله أنا كنت أمشي بسيارتي ما أحد يتكلم يقول لي أو يأتي يرى سيارة. Thank you.
ممكن أسأل سؤال أنا؟ أي سؤال؟ أنا أسأل سؤال أنت؟ ما يزعل؟ أنت من أين؟ مش فهم. أنا لا عاوز أن تعرف. فقط سؤال. أنا قلت لك لا تزعل. من كانت المرة الأخيرة كنت موجود في اليمن؟ نعم؟ أنت؟ متى كانت المرة الأخيرة كنت موجود في اليمن؟ أظن في رمضان. رمضان؟ رمضان الماضي. رمضان الماضي؟ نعم. أنا أجلس ممكن؟ أدي جلدي أدي تفضل. ما قدمت في السيارة كانت كثير من الرسائل. نعم. كانت موجودة معك في السيارة كثير من الرسائل. نعم. تعرف عن الرسائل؟ لا. لماذا؟ كيف لماذا؟ أنا قلت لك. كانت موجودة في السيارة. أصورك. نعم. الصور. الرسائل ولا تعرف شيئا عن كلها. أنا قلت لك من البداية السيارة ليست لي. أيوة أفهم ذلك. والأغراض التي فيها أنا قلت لك ليست لي. فأنا لا أعرف هو موجود أو فيها رسائل ليس موجود. هذا ليس اختصاصي أنا. أنا قلت لهم أنا فقط أريد السيارة. هذا أقول لك وارجع. ما أفتش داخل السيارة ماذا فيه ما قال. هو قال لي موجود أغراض داخل السيارة. قلت له لا تخاف أغراض موجودة ما تخاف. بس ما كانت الوثائق الأخرى كانت معك بطاقة شخصية من أي منظمة أي حكومة؟ الجواز السفر اثنين، واحد من اليمن واحد من أفغانستان. نعم. في أي بطاقة أخرى أو أي موجود بطاقة حقي أنا فقط. بطاقة مجاهدين العرب؟ لا من بطاقة اليمن. بطاقة اليمن. بطاقة لأي؟ ها؟ بطاقة لأي؟ اليمن في اليمن نحن عندنا. أي نوع من البطاقة؟ بطاقة شخصية؟ بطاقة فرصة الخيار؟ لا مو بطاقة شخصية. بطاقة شخصية. طيب. وإذا كان موجود بك الرخصة الترخيص لحملة الأسلحة. لحملة الأسلحة من الطالبان. نحن نعمل في مصر أنا قلت لك صحيح؟ ولابد أن يكون معنا سلاح فهم أعطونا هذا الترخيص. لمن كان الترخيص؟ لنا نحن في المؤسسة. في المؤسسة الخيرية يمكنك أن تحمل الأسلحة؟ نعم ممكن يأتي سراق نحن أخبرناهم هم قالوا تأخذون هذا التصريح عشان يأتي شرطة ما يرى التصريح خلاص ما يتكلم.